اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل يومين اعلن ما يسمى قائد عمليات البصره انطلاق عمليه عسكريه الهدف منها القضاء على السلاح المنفلت في مدينه البصره، القضاء على السلاح الذي يستخدم ضد المواطنين لاغتيال المواطنين وقتلهم وترويع المواطنين. والعملية التي سبق وأن نوه عنها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي حينما زار البصرة قبل نحو أسبوعين بعد مقتل الطبيبة، اغتيال الطبيبة الناشطة في تظاهرات البصرة، ومقتل العديد من المتظاهرين هناك، واغتيالات عديدة في بغداد وغيرها من المدن. زار البصرة وقال ستنطلق عملية ولا نسمح يعني ببقى هذا السلاح بهذا الشكل منفلت، ولا بد من القضاء على هذا السلاح. العملية في حقيقتها عبارة عن عملية تفتيش، هكذا أعلن، عملية تفتيش عادية تجرى لبعض المناطق أو البيوت في البصرة، والغرض منها جمع السلاح كما يقولون، جمع السلاح غير المسموح به، وسيتم السماح كما قالوا بحمل سلاح خفيف واحد فقط لكل منزل، هكذا قالوا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل أن حقيقة السلاح المنفلت الذي يقتل الناس ويغتال الناشطين ويثير الرعب في نفوس الناس في كل مكان في كل المدن العراقية، هو يجبرهم على يعني ربما إطاعة سلطة من يحملون هذا السلاح أو الخوف منها، يعني يمكن القضاء عليه أو يمكن التخلص منه بهذه الطريقة البدائية؟ الأطراف التي تحمل السلاح مثل ما هو معروف للجميع ومعروف لكل قوى العملية السياسية وكل أحزابها وحكوماتها المتعاقبة، أن من يحمل السلاح هذا والذي يهدد الناس ويسلط على كل شيء هي الميليشيات، هي معروفة وتفعل كل ما تريد أمام أنظار الجميع، ولا تستحي من أحد ولا تخاف من أحد ولا تأبه من أحد، وما يحصل ضدها ربما تستطيع أن تواجهه وتجتازه، وحصلت حوادث كثيرة وشهدناها في غلق مقرات، مقر ربما حزب مكتب لحزب ثأر الله مثل ما يسمى، وغلق قبل فترة مصطفى الكاظمي وأعيد فتحه في اليوم الثاني، وقالوا أنه جماعته يعتدون على المتظاهرين وهكذا قالوا، لكن تم إغلاقه وأعيد فتحه في اليوم الثاني. عندما زار مصطفى الكاظمي البصرة كان أتباع هذا المكتب وأتباع هذا الحزب يحيطون بمصطفى الكاظمي في البصرة. هل المطلوب أن تذهب، هنا السؤال، هل المطلوب أن تذهب القوات الأمنية التي وجهها القائد العام للقوات المسلحة اللي هو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، هل المطلوب أن تذهب هذه القوات الأمنية إلى بيوت المواطنين، أن تذهب إلى مقرات الميليشيات والأحزاب المتسلطة على الناس واللي يعرفها الناس وتعرفها الحكومة، هي أساس كل هذا الذي يحصل في الشارع؟ يعرفون أن السلاح سلاح بيد هذه القوى، وهي من تقوم باغتيال الناشطين، هي من تتسلط على الناس، هي من ترعب الناس. هل المفروض القوى الأمنية تذهب إلى هذه المقرات ومستودعاتها ومخازنها، أن تذهب إلى بيوت الناس؟ هذا الاستعراض للتفتيش هل هو مقبول في وقت يقتل فيه العراقيين في الشارع؟ يعني الدم العراقي يسيل في الشارع في كل يوم، أعداد يسقطون من الناشطين ومن الآمنين في الشوارع، ويهدد وتستلب منهم وتبتز كثير من الناس، واختطف الكثير من الناس بهذا السلاح ومن قبل هذه القوى، ولا تذهب القوات الأمنية التي تدعي إنها يعني جاءت لحماية المواطن والوطن، ولا تذهب لإلقاء القبض عليهم وإنهاء هذا الموضوع. هذا هو الجوهر القضية. أين تذهب وماذا تريد؟ هل المفروض أن يعني يصدق الناس هذه الاستعراضات التي تجري ويسلموا بأن الشارع صار آمنا وأن كل شيء عاد
لنصابه؟ وهل على الناس أن يصدقوا أن قوات أمنية، يعني قوات الأمنية في اللي ذهبت قالت سنفتش منطقة معامل الحسينية، حسينية المعامل في بغداد اللي شهدت قبل أيام صراع بين عشيرتين وقتل فيها، سقط فيها الكثير من الأبرياء وحرقت فيها ودمرت فيها الكثير من الممتلكات الخاصة للمواطنين؟ هل من المفروض أن يصدق الناس أن هذه القوات الأمنية ستذهب وتلقي القبض على هذه العشائر وستلقي القبض على من أثار هذا الرعب في نفوس الناس، ومن قتل الناس ومن خرب الناس، وتنهي هذه القضية؟ القضية ليست بهذا الموضوع. القضية يعني هذه القوات الأمنية هل هي محل ثقة أولا؟ يعني هل انتماءاتها وطنية فعلا ولديها هدف أساسي هو حماية أمن المواطن وأمن الوطن، ولذلك لا تقبل الاعتداء من أي طرف كان، حتى لو كان مشاركا في العملية السياسية وكان سيدا في العملية السياسية وكان رأسا كبيرا، هل تقبل القوات الأمنية أن يعبث بالأمن؟ هذا هو السؤال المهم. هذه القوات الأمنية مع الأسف الشديد انتماءاتها مختلفة، والكاظمي يعرف وكل قوى العملية السياسية تعرف أن هذه القوى الأمنية وهذه القوى العسكرية الموجودة الآن في العراق شكلت يعني باتفاقات وبمحاصصات حزبية وطائفية، وشكلت بهذه الطريقة، وكل مجموعة انتماءات لجهة معينة وترعى مصالح جهات معينة. القضية تعلق بأن الدولة لا هيبة لها، هذه الحقيقة، لا قدرة لها فعليا على أن تردع أي كان ومهما كان. المواطنون يعرفون جيدا من يحمل السلاح ومن يتسلط على الشارع، يعرفون أن الميليشيات هي بيت الداء، فأن نجري استعراضات وأن تجري الحكومة استعراضات بهذه الطريقة، هاي قضية ترقيعية، قضية ضحك على الناس، محاولة للضحك على أنفسهم وليس على الناس. الناس لا يمكن أن يضحك عليها. الشعب يدرك الآن، يدرك أين مكمن العلة ويعرفها ويشير إليها. فهذه العملية، عملية يعني استعراض القوى الأمنية بهذه الطريقة، مرفوضة تماما. يعني هل تقدر القوى الأمنية أن تردع قيس الخزعلي وهو يصرح علنا باستهداف المتظاهرين واستهداف الناس؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن تردع ميليشيات بدر؟ هل تستطيع أن تردع ميليشيات مقتدى الصدر؟ هذه الحقيقة. الحكومة يعني عليها لا تلعب دور النعامة، تدفع رأسها في الرمال وتعتقد أن الشعب لا يراها، لا يرى أفعالها هذه، وتعتقد أنها قد أخفت نفسها عن هذا الموضوع. ذهب بعد 17 سنة المواطن يعرف ما هو الأمن ومفهوم الأمن، وعلى الدولة أن تعرف مفهوم الأمن وتعرف كيف تتعامل باحترام مع المواطن ومع عقلية المواطن وتوجهات المواطن. هذه الحقيقة. الموضوع يحتاج إلى مشروع وطني، إلى سلطة وطنية تخرج من هذا المشروع، والحاكم فيه يرعى المواطن ويرعى الوطن، والمواطن والوطن فوق كل شيء، ويسهر على أمن وسلامة الوطن والمواطن، وإرادته غير مرهونة للخارج وغير مرهونة لأحزاب وقوى بالسلطة تستطيع أن تزيحها وتستطيع أن تضعه على الكرسي وتستطيع أن تأخذ منه الكرسي. هذه الحقيقة. لذلك هذه الاستعراضات التي تجري اليوم هي مجرد عملية للترقيع، مجرد ظاهرة صوتية ليس أكثر. مع الأسف الشديد عليهم أن يدركوا أن الشعب يدرك كل ذلك، وأن الشعب العراقي بعقليته وبفكره وبرؤيته أكبر من كل هذه الألاعيب. وقت هذه الحلقة قد انتهى. أشكركم، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.